يقول: هل يجوز لمجموعة من النساء أن يسافرن بالطائرة من مدينة إلى أخرى بدون محرم، علما بأن مدة السفر قصيرة ساعة ونصف؟ لا، ما يجوز. المرأة لا تسافر إلا ومعها ذو محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، والحديث عام. والطائرة يعتريها ما يعتريها من الصوادف ومن تغيير المسار أو المرأة تمرض، من يعولها، من يحملها، من؟ فلا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرم. نعم، حديث عام. وأيضا حاجة المرأة إلى المحرم في الطائرة وفي غيرها. نعم.